تلاميذ سنة الأولى ابتدائي، السلام عليكم. نحاول الآن حل نموذج من اختبار في التربية الإسلامية. نبدأ على بركة الله. التمرين الأول يقول: سمي الصورة الكريمة ورتبها. هناك ثلاث كلمات، فصلي لرب، ثلاث جمل من الآيات: فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، إن أعطيناك الكوثر. هذه الآيات تذكرنا بصورة، أحسنتم، هي صورة الكوثر، صورة الكوثر. سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. أحسنتم، إن أعطيناك الكوثر، إن أعطيناك الكوثر، إن أعطيناك الكوثر. يليها، أحسنتم، جيد، فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر. ثم أحسنتم، صلي ربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو تر. نعيد قراءة الصورة. سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعطيناك الكوثر، فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. التمرين الثاني، اربط كل صلاة حسب ترتيبها. اربط كل صلاة حسب ترتيبها. لدينا صلاة الظهر، المغرب، الصبح، العشاء، العصر. نعيد قراءة الصلوات. الظهر، المغرب، الصبح، العشاء، والعصر. من هي أول صلاة؟ إذن نربط أول صلاة، صلاة الصبح. أحسنتم، صلاة الصبح هي أول صلاة. بعدها، جيد، صلاة الظهر. صلاة الظهر هي الصلاة الثانية، صلاة الظهر. ثم يليها، أحسنتم، صلاة العصر. صلاة العصر هي الصلاة رقم ثلاثة في الصلوات، صلاة العصر. ثم تأتي بعدها، جيد، صلاة المغرب. صلاة المغرب هي صلاة رقم أربعة. وأخيرا صلاة العشاء. صلاة العشاء، جيد، صلاة العشاء. نعيد قراءة التمرين. صلاة الصبح هي واحد، صلاة الظهر هي اثنان، صلاة العصر هي ثلاثة، صلاة المغرب هي أربعة، صلاة العشاء خمسة. التمرين الثالث، أكمل الحديث الشريف، سمي بيمينك يليك. نعيد قراءته. سمي بيمينك يليك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا غلام. أحسنتم، سمي، سمي الله وكل، جيد، بيمينك، وكل بيمينك. وكل مما، أحسنتم، مما يليك. نعيد قراءة الحديث. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. التمرين الرابع،
أجب بصحيح أو خطأ. الشهادتان هما الركن الأخير من أركان الإسلام. الشهادتان هما الركن الأخير من أركان الإسلام. خطأ، الشهادتان هما الركن الأول وليس الأخير، الأول من أركان الإسلام. إذن الشهادتان هما ركن أخير من أركان الإسلام. خطأ. أحترم الناس وأحييهم. أحترم الناس وأحييهم. صحيح، أحسنتم، صحيح. أنام على جنب الأيسر وأقرأ دعاء النوم. أنام على جنب الأيسر وأقرأ دعاء النوم. خطأ. خطأ. أنام على جنب الأيمن وليس الأيسر وأقرأ دعاء النوم. الإسلام يأمرنا بالطهارة. الإسلام يأمرنا بالطهارة. صحيح، أحسنتم. في عيد الأضحى لا نصلي في المسجد. في عيد الأضحى لا نصلي في المسجد. خطأ. في عيد خطأ. في عيد الأضحى نصلي في المسجد. صلاة العيد نصلي في المسجد. المسلم يذكر الله كثيرا. المسلم يذكر الله كثيرا. صحيح، أحسنتم. إذا نعيد قراءة التمرين. الشهادتان هما الركن الأخير من أركان الإسلام. خطأ. أحترم الناس وأحييهم. صحيح. أنام على جنب الأيسر وأقرأ دعاء النوم. خطأ. الإسلام يأمرنا بالطهارة. صحيح. في عيد الأضحى لا نصلي في المسجد. خطأ. المسلم يذكر الله كثيرا. صحيح. يجب مراجعة كل تمرين وبدقة. وهكذا كنا أن انتهينا من الاختبار، نموذج الاختبار. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله.